مرحبا أصدقائي، وياكم نصير. رجعت لكم فيديو جديد. اليوم راح نسوي كيكة الفانيلا، وهسه يلا خلينا نبلش. أول شيء راح نسوي راح ندهن القوالب مالتنا بالزبد بهالطريقة، نغطيها بالكامل، ويفضل الزبد يكون بارد حتى القالب ما يأخذ وايد زبد. وبعد ما دهنا القوالب بالزبد راح نخلي الطحين ونوزع على كل القالب بهالطريقة هاي. وهنا بالنسبة للمكونات الجافة راح نحتاج 4 كوب طحين، نص خاشوقة صغيرة ملح، نص خاشوقة كبيرة بيكنج باودر، ونص خاشوقة شاي صودا. راح نضيفهم على الطحين ونصفيه بالمصفاية بهالشكل هذا. وبالنسبة للمكونات السائلة راح نحتاج كوبين حليب، كوب لبن، وكوب ونص زبد درجة حرارة الغرفة، وخمس بيضات، وكوب ونص شكر، وخاشوقتين من مستخلص الفانيلا. تقدرون تستخدمون بودرة الفانيلا بس هذا طعمه أفضل. وهسه راح نجيب كاسة وندير بها كل المكونات، نخلطهم سوا زين. وبعد ما خلطنا المكونات السائلة راح نضيفها على الطحين ونحاول ما نخلطها هواي، وانا هنا الجهاز طفى ما صورت هذه اللقطة، بس المهم نخلطهم ونضيفهم بالقوالب يصيرون عدة بهذا الشكل، وندخلهم الفرن على درجة حرارة 180، والفرن لازم احنا مشغله قبل ربع ساعة اقل شيء يعني حامي، وراح تاخذ من 35 الى 40 دقيقة يلا تستوي. وطريقة تشيكها نجيب شيش خشب او سكينة وندخلها ببطن الكيك، لازم تطلع جافة معناتها استوى الكيك، وانا هنا عندي اخذت 37 دقيقة بالضبط. وبعد ما تطلع من الفرن نخليها تبرد بالكامل، يلا نشيلها من القالب. وهنا بعد ما بردت بالكامل راح نطلعها من القالب، وبعدها راح نجيب سكينة منشار مثل هاي مال الخبز ونقصها من فوق ونساويها بهالطريقة. وبعد ما قصينا الكيك وسويناه راح نجيب الكريمه مالتنا، وانا هنا عندي كريمه الزبده الايطاليه، راح اخليكم رابط فوق على اليمين اللي يحب يشوفه. وهسه راح اخلط الكريمه شويه، وبعدها اجيب كيس التزيين المثلث هذا بهذا الشكل، وخلي بيه راس التزيين الدائري اللي هو هذا، وعبي الكريمه بالكيس. وبعدها راح نجيب كيك مالتنا ونوزع عليه الكريمة ونحاول نوزعها بالتساوي، ونستخدم سكينة عادية أو إذا متوفرة هاي السبارتشلا مال الكيك أو سكينة الكيك. وبعد ما وزعنا الكريمة راح نجيب الكيكة الثانية أو الطبقة الثانية مال الكيك، وهالمرة راح نوزع عليه الكريمة باستخدام كيس التزيين بهالطريقة هذه. وبعد ما وزعنا الكريمة راح نحاول نعدلها ونوزعها بالتساوي على كل الكيك بهالطريقة هذه. وهنا عدي الكريمة شوية ذابت، فحخليها بالثلاجة لمدة 5 دقائق، وبعد 5 دقائق هذا شكلها، وراح أعبي هالمكانات الخفيفة شوية بالكريمة اللي بقت عندي. وبعد ما عبيت المكانات الخفيفة راح اعدلها شويه واجيب الشفره البلاستيك هذه واسحب الكريم الزايد، وهنا ضروري نستخدم ستاند الكيك لان بدونه ما تصير العمليه، وهنا ضروري انه نمسح
الكريم الزايد من الشفرة كل شوية، ونحاول نعدلها إيش قد ما نقدر، طبعا برهاوة الإيد يعني بدون ما نضغط عليها زايد تتعدلوا يعني. وبعد ما صارت عندنا بهذا الشكل راح نشيلها نخليها بالثلاجة ثاني يوم حتى يتماسك الكريم عندنا. وهنا بعد 24 ساعة راح نجيب 30 غرام من كريمة الطبخ و30 غرام من الشوكولات الشوكولاتة. راح ناخذ الكريم على الطباخ خليه يغلي، وبعد ما غلى نجيبه وندير عليه الشوكولات مالتنا ونخلطه لحد ما يذوب. وهنا بعد ما ذاب بالكامل راح نجيب كيس التزيين مالتنا المثلث وندير بيه خليط الكريمة والشوكولاتة. وهذا عندنا هو شكل الكيكة بعد 24 ساعة، صار متماسك عندنا الكريم على الكيك. راح نجيب الشوكولاتة اللي سويناها نقص الكيس بهالطريقة هاي، نخلي فتحة صغيرة، وبعدين نجي على الحافة نعصر شوية شوية بهالطريقة هاي. وهنا عندي هذا فتات الكيك اللي قصيناه اللي بقى، خليته بالفرن مدة 10 دقائق، قصه بشوية وبعدين خليته بالخلاط وطحنته، وراح اوزع الكيكة بهالشكل هذا. وبالنسبة للمقادير كلها موجودة جوا صندوق الوصف، وراح اخليها بنهاية الفيديو همين. وعوافي على قلوبكم ومع السلامة.